الله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني إنسان يتصدق يعطي هذا فقير مثلا يعطيه لباس أو يعطيه طعام. نعم. نعم، يعطيه لباس أو طعام. ثم يأتي ويقول كيف اللباس هذا؟ إن شاء الله جيد، أنا اشتريته لك بكذا. هو الآن أبطل هذه الصدقة بالمن عليه. أو يؤذيه مثلا بأن يأتي للإمام ويقول فلان أنا اشتريت له ثوب، كان ليس عنده ثوب، حتى لو تسأله يقول لك هذا. هذا أذى. نعم، الأصل أن تتصدق وتبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. والسنة إخفاء الصدقة. السنة